سمعنا فتى يذكرهم يقال له أستاذي شيخ محمد سلامة صاحب مدرسة، مدرسة التصوير النغمي. هذه المدرسة التي بدأها شيخ منصور بدار، شيخ محمد سلامة، شيخ عبد الفتاح الشعشعي، تسمى التصوير بالدرجة. هذا العملاق، هذا القارئ المتميز الذي أثر على الجيل الذي أتى بعده، سبحان الله يصعد بجواباتي، يقولوا إيه جواب حراق. يعني جواب حراق؟ ممكن كلمة واحدة تجعل الأفئدة تهتز لها، ثم ينزل قليلا إلى القرار لكي يستريح ولكي يشوق المستمع للجواب القادم. هكذا قل ادعوا الله، ثم يهبط إلى القرار يريح ويشوق المستمع، أو ادعوا الرحمن. رحم الله القارئ، مكتشف النجوم، مكتشف المواهب، فضيلة الشيخ المدرسة، الشيخ محمد سلامة.